يعني وأبدأ معك التلفزيون العربي. تفاصيل نعود إليها وكلام مهم ورد في المؤتمر الصحفي خاص بحماس من العاصمة طهران. نعم حازم، واقع هذه الصور يبدو بأن الزميل حازم غير متوفر. تفضل. هذه الصورة من ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران، تجمع ضخم دعت إليه فعاليات طلابية تضامنا مع فلسطين بعد الأنباء عن التي وردت منذ الصباح عن اغتيال إسماعيل هنية. المتجمعون هنا في ساحة فلسطين يرفعون أعلام فلسطين وأعلام إيران ويرفعون صور إسماعيل هنية وقد كتب عليها هنيئا لك الشهادة. بطبيعة الحال هذا التجمع الشعبي يأتي بعد تجمع آخر صباح هذا اليوم في جامعة طهران من قبل هيئة أمناء جامعة طهران، التي كان إسماعيل هنية قد حصل قبل أكثر من عقد من الزمن منها على دكتوراه فخرية. وأيضا هذه التجمعات الشعبية تأتي بالتزامن مع مواقف إيرانية متتالية تؤكد ضرورة الرد على استشهاد إسماعيل هنية واغتياله من المرشد الإيراني ومن الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان والقيادات السياسية والعسكرية في إيران. جميعها تؤكد بأن الرد قادم على انتهاك أو تجاوز الخطوط الحمراء والإخلال بمعادلة الردع التي حاولت إيران إيجادها خلال الفترة الماضية، تحديدا بعد أن تم استهداف قنصليتها في دمشق وقامت بعد ذلك باستهداف الأراضي المحتلة وموقعين أمني وعسكري لإسرائيل بمئات الصواريخ. إيران ترى بأن هذه المعادلة اختلت من خلال استهداف واغتيال إسماعيل هنية على أرضها، وأيضا في إطار التنسيق المستمر بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية وأيضا مع الدول التي تصنفها ضمن محور المقاومة، تقول بأن هذا الرد سيأتي من خلال هذا التنسيق. إيران ستقوم بالرد بالدرجة الأولى وستكون على تنسيق مع محور المقاومة. طيب، لو نعود إلى تفاصيل المؤتمر الصحفي لحماس يا حازم وأبرز ما جاء فيه بالإضافة لي ما نشر على موقع إكس من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة والذي حددت فيه على ما يبدو خطوط عريضة لرد محتمل إيراني. في الواقع وأنا ربما أجيب على سؤالك سأترك للكاميرا أيضا أن ترصد هذا التجمع. الرد الإيراني بحسب ما أطلق من تصريحات وبيانات سواء من المرشد الإيراني أو من الرئيس الإيراني أو من القيادات العسكرية، وأيضا إذا ما قاطعناه مع تصريحات خليل الحية الذي عقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر هذا اليوم هنا في العاصمة الإيرانية، هذا الرد قادم. ولكن بحسب خليل الحية أيضا لا أحد يريد الانجرار إلى حرب إقليمية، لا يريد أحد أن يحقق لإسرائيل هذه الغاية. بحسب خليل الحية فإن إسرائيل من خلال استهدافها لإسماعيل هنية هنا في العاصمة الإيرانية طهران أرادت أن توصل رسالتين. الرسالة الأولى هي غضبها من أنها فشلت في عزل المقاومة، اللقاءات التي أجراها إسماعيل هنية والاحتفاء الذي حظي به تزامنا مع مراسم أداء مسعود بزشكيان القسم الرئاسية في طهران أغضبت إسرائيل، إضافة إلى كل اللقاءات السابقة في أنحاء العالم التي كان يجريها أو من يستقبلهم من زوار. هذه الرسالة الأولى التي أرادت إيصالها. والرسالة الثانية التي أرادت إيصالها أيضا إسرائيل هي
محاولة إشعال المنطقة وتحريك الأطراف المختلفة خاصة في محور المقاومة وتحديدا في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن قال بأنه لا يجب الانجرار إلى ذلك. بطبيعة الحال الرد سيأتي. إذا أردنا أن نستذكر ربما بعد بعض الأمثلة السابقة، الأمثلة المماثلة إلى حد ما، اغتيال قاسم سليماني قبل أكثر من 4 سنوات ونصف تقريبا في بغداد، كان في زيارة رسمية قائد فيلق القدس للحرس الثوري قاسم سليماني لبغداد، وتم استهدافه واغتياله هناك. الأمر مماثل. إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في زيارة رسمية تحت الأضواء وتحت عدسات الكاميرات إلى العاصمة الإيرانية، وتم استهدافه واغتياله. بطبيعة الحال الرد والتبعات مرتبطة بمن أقدم على هذا الفعل بحسب المسؤولين الإيرانيين، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى الانجرار إلى حرب إقليمية كما تريد إسرائيل. طيب، شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. التلفزيون العربي.